بداية نود ولا تقدمون أنفسكم لقراء؟ أحمد السوداني مصمم جرافيك في المؤسسة في المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن. طيب ما هو سبب هذه الوقفة الاحتجاجية؟ هما كاينين جوج الأسباب أساسية، جوج مطالب شرعية عندنا هما إصلاح ملف التقاعد بشكل أساسي والزيادة في الأجور، هادو مطالب شرعية ديالنا. والمشكل عندنا أن وزارة المالية تتماطل في تحقيق هذه المطالب، وحنا كنتمناو أنهم يتجاوبوا معنا ويحققوا لنا هذه المطالب في أقرب وقت، لأنه الناس راك شتيهم ما راضينش على الوضع وكيحاولوا ما أمكن أنهم يعبروا على هذا الشيء السياء ديالهم بشكل سلمي، تظاهرات سلمية ووقفات اللي فيهم شعارات سلمية بدون عنف بدون اي تكهرب ما بين حنا بغينا اسهل الحلول، بغينا شي حل سلمي ويكون زعما بغينا غير السله ما بغيناش العنف. توضح لنا كيفاش هذا اصلاح التقاعد؟ حنا على الابواب من رفع من سن التقاعد الى 65 سنه. حنا الملف ديالنا باش ندخلوا في هذاك الاصلاح الشمولي خص الملف ديالنا بعدا يتفعل في وزاره الماليه باش نستافدوا، حتى لو وقع ذاك الإصلاح حنا ما غنستافدوش، يعني خصنا بعدا ندخلوا معاهم نتفعل لنا الملف ديالنا وديك الساعة ندخلوا في إصلاح شمولي. هذا الشيء والزيادة في الأجور كذلك واحد النقطة أخرى. المشاكل اللي عندكم في الملف ديالكم؟ أنه وزارة المالية توقف عند ذاك الملف وما بقاش بان شي تطور فيه، يعني بحال قلتي بقى تما ما 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 زدناش القدام، بقى دابا داك الملف مجمد تما. وبالصوت طاولك الحوار مع المسؤولين؟ انا بطبيعه الحال ما جلست، ولكن الناس ممثلين النقابه جلسوا مع المسؤولين ديال الاداره ديالنا وقال لهم بانهم زعما هما ما في يديهم شي حاجه، وزاره الماليه اللي موقف عليها داك الشيء، هما بالعكس كيساندونا وباغيين يحققوا لنا هاد المطالب ديالنا. وكنتمنى وزاره الماليه انها علاش درتوا وقفه احتجاجيه قدام هاد المؤسسه مادام هما بغاو يساندوك وما درتوهاش قدام وزاره الماليه؟ حنا دابا هاد القضيه ديال الوقفه ديال الاحتجاجيه قدام الاداره باش توصل باننا شغاله المكتب ما راضينش على هاد القرارات ديال وزاره الماليه انهم ما يطوروش لنا الملف ديالنا ديال التقاعد والزياده في الاجور. ذات الاطر والمهندسين داخل المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن. دونك اليوم حنايا كما شفتوا درنا هاد الوقفه باش ندافعوا على واحد الملف اللي هو شائك بالنسبه للمكتب وهو ملف التقاعد، لان مازال ما لقيناش ليه الحل. اليوم الاجير ديالنا كيخرج بواحد من 35 حتى ل 40% من اخر اجره، وهذا الشيء بواحد المعاش جد هزيل. حنا اليوم كنطالبوا الاداره وكنطالبوا جميع السلطات المعنيه انها ترفع نسبة المساهمة في الصندوق الحالي، وكنطلبوها أيضا بإمكانية الإدماج في صندوق أساسي، لأننا ما عندناش صندوق أساسي، هو صندوق تكميلي اللي في آن واحد تكميلي وأساسي داخل المكتب. يعني هذا الشيء كنطلبوا بصندوق أساسي في إطار هذا الإصلاح ديال الورش الصناديق اللي تابعة لقطاع الدولة اللي كتعرفها دابا الدولة على الصعيد العام. علاش في هذا الوقت بالضبط اللي الدولة بصدد الرفع من سن ديال التقاعد 65 سنة؟ راه دابا حنا ما داخلينش في هاد الصناديق الأساسية، هذا هو المشكل. حنا ما داخلينش في هاد الورش الإصلاحي، ديك الشيء علاش حنايا كنطالبوا باننا يكون عندنا صندوق اساسي باش حنايا ندخلوا في هذا الورش الاصلاحي اليوم. لان حنا عندنا سيميغ، حنا ما عندناش لا كاس ما اوكين دو روتريت، ما عندناش صندوق اساسي، عندنا سيميغ. هذيك سي اون اسوسياسيون اللي فيها اون بارتيسيباسيون باترونال و بارتيسيباسيون سالاري. هذيك لا بارتيسيباسيون ديجا راه ضئيله جدا، لان حنا عندنا 3% مقابل المشغل اللي كيعطينا 6%. حنا بعدا كنطالبوا من رفع من هاد في هاد نسبه المساهمه باش نوصلوا على الاقل 6% مقابل 12% ديال المشغل، وكنطالبوا كذلك بالزياده ديال الاداره اكزاكتومون المشغل، وكنطالبوا كذلك بالزياده في الاجور، لان جميع المؤسسات العموميه استفدوا من هذيك الزياده الاخيره اللي كانت نتيجه الحوار الثلاثي الاجتماعي ديال 19 نوفمبر 2019 كنظن، واستفدوا منها وحنا ما استفدناش. طيب انتم خرجتوا دابا الوقفه الاحتجاجيه وجلستوا من الاداره عن طاوله الحوار؟ اكيد اكيد
كنا جلسناها درنا الشاره راسناها عده مرات. الاداره راها معانا هي داعمه هذا الملف، ولكن كتقول لك بان لم يتم التاشير عليه بعد من طرف وزاره الماليه. وحنا علاش درتوا وقفه احتجاجيه قدام الاداره مادام هي تتسادكم، ما درتوش قدام وزاره الماليه؟ ودابا حنايا درناها الاداره باش حنايا نحاولوا نحركوها حتى هي باش تدافع معنا اكثر على هذا الملف، ونضغطوا عليها شي شويه باش تعاول تدافع اكثر على هذا الملف معنا مع جميع الهيئات المعنيه، لان حنا عينا ما نصبروا. لقينا بان الناس كتضرر بزاف وكتخرج بواحد المعاش اللي هو هزيل جدا، ما كيحمي ليهمش ماء الوجه ديالهم. وهنا حنايا كنطالبوا من الاداره ومن جميع الجهات المعنيه سواء وزاره الماليه او جهات اخرى انها تدخل في هذا الملف.